مانتا وحنا نهلك ودا فردنو يا كياني يا بلابي قوتا كوات با بلودي دمرك يا عروتا بلابي مركو هرتا قولان الهين أنا كان أخده هو هرتا يانا شاقاني وحنا نمه هاد عليا دمان السمد السمد أن يانا قلنو ورحبا يانا شاقشاقنا تا مانتا تالا أينو كوني راحنو وحكا لينا قداح اسكونا الريح إلا وين نقيوني تامر كان كبحو حلو مع العلم يا دمان استمدوا ما يشفر ليا استمدوا وحي إنا قم بذيهن هذا هو الأكثر وحي إنا قم بذيهن شرف وحي إنا قم بذيهن عسي دمان استمدوا وهم هذا العلم يا وحان سيقاروا وهم هذا العلم يا إنان نصيب ويا شو إنان دمان معسوم بدها للبحنت دعية كرا شامع كرا إسماعيل وحكلو ما إلا يا كرا عبد الله كرا سلمان والله ودي سورة قليي إن المعسوم بدها نصيب ويا شو إن الدقو الحمد لله رب العالمين وحكلو ما إلا يا دير رجال انت قرات كقود ايدو البانته اي مر والبا يقول دير رجال لي ساعد والبا انا وح والبا او عقبات او كهري مادة يقهري مادة انا تكيسانو يشو او دغة تلفوق يقول جرا قرات كقود ايدو البانته قرات شامع قرات علي وحان كلاو مال عليا سلدانك سلطان مصطفى أو سيد يقرر لي هذا أنا قاعد أخوي ركضي قرر جدا وحانو شيء يا سيجارة أرنتا نصيبا نويا شيء كون كقف ما أنت ماشي سوقي مي إلى المعسوم مدو ذي قرر شرف تودا عندي يا ريو أنت قول هلا شو وإلى هنا ويقول لي وحان سيجارة قرادة دو عصانية هور دميشة ما تنفري أنا معسومة دكو دياري هورا وما يفرين إلا هين عيبك مراعين يدو دي رجلين تا قرادة دو دن حيستو وانكو قولي استي ما انتان اتشابين استنبال لي استمالا وعربا ميشة عصب إعلا دي فري إذي كو ماسان وانا دي كو عصانية هول كين دي قار كاوان دي دياري ووحول بأوليهن مع إيسيريسو إنا مركز قديسان سيجارة مباشا أقود عيسان بان إسي مرة سيجارة أقود عصانية وقاد مانتا يقود مادان هول كان إذي دياريي إذيكو هادا دونا ملكة للديار صدي و إسي مدو غاركود ملكة للدياريين تاسيو عدسي أما بعد إنت هادا بدين وحالد الله يحي تلقى يو لأن لبدن ويترين وحبدن ويترين لكن ما أنت حالي دلي أخن نغنو وحبايا نتاتابنن ورنا مر صوت درن بالهيري لنا غرك كدرن بالهيري وحبا وحايا نكوها بسامن أين الدنطة ما أنت اللو تشوغو راعنو أو اسكتو سنو أو هادير مركا عرشان يعني دلسي أنا وانكي موسهر بودي مالكي سيا نفتي سبكو بحي مركا وحبايا اللي يسور بودينا نو البقر كدري وحبايا اللي يسا شاقينا اينو ما تعرفت تعلق وقدمنا انت انا اقرر لي هذا لما انتين قضياسة ماشا فردية علم ماذا ماشا فردية هبلي هبلي دي موركرو اذي كان اواد ما سنتهين نو البلو حقبتي وكما سيهاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورين بهدا ورباهنتا سوماليات تلفشنة مدحة بنان يو هذه يو كالدون لما انتوا عايزين هاد علم ليا فرصة دنا هذا السيسان كان المهمة أو الشريفة هبات قرن كوجو شرتان أو ما دام الصحافة دا ام ورباهنتا هاي تهاي ركن نجا أفراد الدورة ده إن واحد وناكسن أيدون قارسيسان يتلابوين كا في عنا قرن كان نقاله aad u madda gaarsiisan mar labaadka waxaan rabaa inaan fursadan uga faa'iideysto saddex qodob koow oo ugu horeeyso inaan baaq u diro walaalahayga Soomaaliyeed ee reer Laascaanood ama gobolka Sool ugu horeen waxaan cambaareynayaa xoogga
iyo ududda lagu isticmaalay shacabka birmageedada ah ee aragtidooda muujinayay maadaama shan bilood dalka aan ka maqnaa maanta aan soo noqday aan ku biirinaayo ee marlabaadkana u soo jeedinaayo in si nabad ah iyo wada hadal iyo wada xaajood wixii farq ah ee jira ee Soomaaliland iyo reer laascaanoodba ay ku dhameystaan qodobka labaad ee aan rabaa waxa weeyoon ka hadlaya in aan ku biiriyo ra'yigeyga iyo aragtideeda xil dhibaan ahaan ama mas'uul Soomaaliyeed ahaan taageero weyn oo aan u taageersanahay kuna barbar taaginahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya jihaadka xaqa ah ee uu kula jiro hormuudkana uu yahay hoggaankana uu yahay argagixisada khawaarijta ah ee daacish iyo al-shabaab wadda keliya ayaa Soomaaliya inoo furan 23 sannadood kadib 16 sannadood oo al-shabaab iyo dhiigyacabka khawaarijtu fadhi iyo jiif iyo joogba inoo diideen wadda keliya maanta inoo furan inaynu xoog iyo xoolo iyo ra'yi iyo cudud iyo dhallinyaro haddaa tihiin aynu barbar istaagno madaxweynaheenna xukuumaddeenna barbar istaagno aynu jihaadka ka qayb qaadanno halgudhageennu waxa weeye wax walba xagga dagaalka dagaal baynu ku waajahaynaa iyo inaynu muquurinno iyo inaynu iska dhicinno ilaahay idimkiisa qodobka saddexaad ee aan rabo fursadan uga faa'iidaystaa waxa weeyaan taageero weyn oo aan u muujinayo culimaadiinka Soomaaliyeed baraarigga culimada Soomaaliyeed in laga dhiidhiyo habdhaqanka qallafsan ee jiif iyo joogba inoo diiday nabad inoo diiday horumar inoo diiday ee khawaarijta al-shabaab iyo daacish ay berriinsadeen inay ku bahdilaan inay ku gumeeyaan shacabweynaha Soomaaliyeed in mustaqbalka dhallinyarada Soomaaliyeed ay ku baabiyaan waa berber taagannahay baaqi ka soo baxay waa taageersannahay wixii uga baahan xagga shuruucda ee golaha shacabka iyo baarlamaankana aragti cod dheer baanu ku taageeraynaa in wixii shuruuc u baahan sharci laga dhigo loo rogo lalana dagaalamo fikirka xarjigta iyo argagixisada haddii ilaahayna qodobka u dambeeya waxaan codkayga ku biirinayaa muslimiinta dunida guud ahaanba oo ka dhiidhiyey kitaabkeena kariimka ee quduska ah ee xagjirku ay ku gubeen Sweden iyo San Faleey iyo Denmark ku dheedaba waan cambaareynayna waxaanan leenahay kutubta qaadisiyada kitaabka qur-aanka ee muqadaska lama gubi karo lamana xumayn karo iimaankeenna iyo islaamnimadeenna iyo ummadnimadeenna ku dhisan waa mahadsan tihiin wasalaamu calaykum laascaanood ayaa soo hadal qaatay shir ayaa ka socda waxaa suuragal in go'aamo lagu gaaro sidaad u aragtaa anigu mar walba waxaan aaminsanahay waad ogtahayoo waxaan ahay siyaasi Soomaaliyeed ama xildhibaan u taagan midnimada ummadda Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed si nabada iyo dib u yegleelida qarankii Soomaaliyeed oo mid ah inaan ka shaqeyno wax walba oo taageeraya in si nabad ah dadkan iyo dalkan dib loogu yegleelayo waa taageersanahay.